بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي هنشرح مع بعض Lesson 2 في Unit 1، الدرس الثاني في الوحدة الاولى من كتاب Bit by Bit. شرحنا الدرس الاول وحلينا اسئلة الدرس الاول، النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الدرس الثاني وبرضه هنحل الاسئلة. الدرس الثاني بعنوان Greetings and connect with sinus. Greetings and connect with sinus. تاني يا حبايبي، greetings and connect with sinus يعني ايه؟ طبعا احنا عندنا حاجة اسمها التحيات، تحيات اليوم، التحيات اللي بنقولها على مدار اليوم. التحيات دي طبعا هنا بقول طبعا وتواصل مع مادة العلوم. يعني درسنا النهاردة عبارة عن sinus. sinus يعني حصة علوم بنتكلم فيها عن وقت شروق الشمس، وقت غروب الشمس، وقت الليل، وهكذا. هنشوف أول حاجة الكلمات وبعد كده نقول الجمل اللي في الدرس. أول حاجة بقول لي فترات اليوم، parts of the day. parts of the day، فترات اليوم، parts of the day. parts of the day، أول فترة عندنا في اليوم morning، الصباح. morning، morning، M-O-R ان اي ان جي، الصباح. مورنينج، مورنينج، ام او ار ان اي ان جي، الصباح. مورنينج، ام او ار ان اي ان جي. تاني فتره عندنا في اليوم بعد الظهر او بعد الظهيره، افترنون. افترنون، اي اف تي اي ار ان او او ان، بعد الظهر او بعد الظهيره، افترنون. afternoon، a f t e r n o o n. تالت فترة عندنا في اليوم المساء، evening. evening، e v e n i n g، المساء، evening، e v e n i n g. آخر فترة عندنا في اليوم فترة الليل، الليل، night، n i g h t، وال g h حروف silent، صامتة. نقولهم تاني. طبعا احنا عارفين ان في الصباح بتشرق الشمس، في الصباح وقت شروق الشمس. عندنا تاني مرحلة من اليوم اللي هو بعد الظهيرة، بعد الظهر الشمس تكون في السماء، الشمس كلها كده تبقى ظاهرة في السماء. تالت فترة في اليوم فترة المساء، evening، بتغرب الشمس اللي هو وقت المغرب، بتغرب الشمس. اخر فترة عندنا في اليوم فترة الليل، ودي الفترة اللي بيكون فيها القمر في السماء، القمر بيظهر بالليل في السماء. هنقولهم تاني، الصباح morning، morning، بعد الظهيرة afternoon، afternoon، المساء evening، evening، الليل night، night. بعد كده بقولي تشرق الشمس، طبعا في الصباح يعني الفعل بمعنى come up. come up، come c o m e وحرف السي بينطق كي، up u b، come up، come up. تغرب الشمس go down، go down، go down، go g o، down d o w n، القمر moon، القمر moon، m o o n، الشمس sun، الشمس sun، S U N. عندنا بعد كده language functions، وظائف لغوية. بقول لي نتعلم في هذا الدرس أجزاء اليوم والتحية المرتبطة بكل فترة من فترات اليوم كما يلي. بقول لي طبعا هنا greetings parts of the day، greetings and parts of the day يعني التحيات، التحيات اللي بنقولها على مدار اليوم، وأجزاء اليوم greetings and parts of the day، التحيات وأجزاء اليوم. أول فترة عندنا الصباح morning، بعد الظهر afternoon، afternoon، المساء evening، الليل night. هنا بقولي ان صباح الخير تقال في الصباح، بقول good morning، good morning، صباح الخير. يعني لو قابلت اي حد في الصباح او لو انا لسه صاحية من النوم وشفت ماما او بابا، بقول لبابا good morning، بقول لماما good morning. يبقى تحية الصباح اللي بنقولها الصبح لما بنصحى من النوم good morning، good morning. لو قابلت حد بعد الظهر بقول عليها تحية الظهيرة، مساء الخير بس تقال بعد الظهيرة.
بقول عليها تحية الظهيرة، بنقول جود افترنون جود افترنون. التحية اللي بنقولها بعد الظهر لو قابلنا أي حد بنقول جود افترنون. التحية اللي بنقولها في المساء بنقول جود ايفنينج، مساء الخير. لو قابلت أي حد في المساء بقول له جود ايفنينج، يعني مساء الخير. آخر حاجة بنقولها في اليوم قبل ما ننام جود نايت، قبل ما ننام بقول لماما أو لبابا جود نايت، يعني تصبح على خير، جود نايت. هنا بقول لي كونكت with ساينس، يعني تواصل مع مادة العلوم. هنا بنقرا الجملة وبنرقم الصورة حسب فترات اليوم. أول صورة معايا الكتاب رقمها، بقول لي the sun comes up in the morning، يعني تشرق الشمس في الصباح. يبقى دي كده أول فترة من اليوم، دي كده نمبر 1. تاني فترة عندنا، تاني جملة هتبقى نمبر 2، the sun is in the sky in the afternoon. The sun is in the sky in the afternoon، يعني الشمس تكون في السماء بعد الظهر. دي كده تاني فترة من فترات اليوم. تالت فترة، the sun goes down in the evening. The sun goes down in the evening، يعني تغرب الشمس في المساء. يبقى دي كده number 3، دي الفترة التالتة. آخر فترة عندنا في اليوم فترة الليل، لما بيبقى القمر موجود في السماء. The moon is in the sky at night. The moon is in the sky at night، يعني القمر يكون في السماء في الليل. دي كده number 4. بعد كده هنحل أسئلة. أول سؤال بيقول لي ماتش يعني وصل، بنقرأ الكلمة بنوصلها بالصورة المناسبة. عندنا أول كلمة morning يعني الصباح، الصورة اللي بتدل على الصباح فترة الصبح يعني letter D، الشمس لسه بتشرق. تاني كلمة night يعني الليل، يعني القمر موجود في السماء، يبقى letter A. هنوصل كلمة night بليتر A. evening يعني المساء كده وقت غروب الشمس، يبقى هنوصل النقطة اللي جنب evening بليتر B. آخر كلمة عندنا في التوصيل afternoon يعني بعد الظهر، بعد الظهر تبقى الشمس كلها موجودة في السماء، يبقى letter C. بعد كده بقول لي read and take true or false، يعني اقرأ وضع صح أو خطأ. أول جملة بقول لي لو الجملة بتتفق مع الصورة بنعمل صح، لو لا تتفق بنعمل خطأ. بقول لي the sun comes up in the morning، يعني الشمس تشرق في الصباح. فعلا كده الصورة بتدل إن الشمس تشرق في الصباح، يبقى true. تاني جملة the sun goes down in the evening، يعني الشمس تغرب في المساء. فعلا كده الشمس تغرب في المساء، يبقى true صح. تالت جملة عندنا بقولي the moon is in the sky in the afternoon، يعني القمر بيبقى في السماء في وقت الظهر afternoon يعني وقت الظهيرة. طبعا خطأ، اللي بيبقى موجود في السماء في وقت الظهيرة الشمس وليس القمر، القمر بيبقى موجود في الليل. بعد كده the sun is in the sky at night، الشمس بتكون موجودة في السماء بالليل at night يعني في الليل. طبعا خطأ، اللي بيبقى موجود في السماء في الليل القمر مون. يبقى كده برضو الجملة دي يا حبايبي خطأ. بعد كده بقول لي انسكريبل اند رايت، يعني بنرتب حروف الكلمة. قمر يعني مون، دي صورة القمر ودي كلمة مون قمر، بس الحروف متلخبطة بنرتبها. طبعا ام او او ان، شمس صن اس يو ان، الليل نايت ان اي جي اتش سي. طبعا احنا ما نحلش الاسئله الا لما نذاكر الدرس الاول كويس جدا ونحفظ كل الكلمات والجمل النطق والسبيلنج. هنا دي كلمه مورنينج كده الصباح مورنينج، بس الحروف متلخبطه، نرتبها ام او ار ان اي ان جي. بعد كده يا حبايبي بقول لي لوك اند سيركل، يعني انظر وضع دائره. بنشوف الكلمه اللي بتدل على الصوره وبنعمل عليها سيركل دائره، بيجيب لي كلمتين تحت الصوره، كلمه منهم صح وكلمه خطا. الكلمه الصح بنعمل عليها سيركل. طبعا كده في الليل، احنا في الليل بنقول ايه جود نايت، يعني تصبح على خير، يبقى نعمل سيركل على جود نايت. ما ينفعش جود افترنون، دي في وقت الظهيره لو الشمس هي الموجوده فين في السماء. هنا جود مورنينج كده وقت شروق الشمس بنقول الصبح صباح الخير، ما ينفعش نقول جود ايفنينج، يبقى هنا هنختار جود مورنينج. جود مورنينج يعني صباح الخير. هنا كده جود ايفنينج يعني مساء الخير، كده الشمس بتغرب يبقى كده في وقت المساء، يبقى جود ايفنينج، ما ينفعش نقول جود مورنينج. كده جود افترنون كده الشمس موجوده في السماء بعد الظهر، يبقى وقت الظهيره جود افترنون. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح ليسن 2 في يونت 1 محل اسئله الدرس من كتاب بيت باي بيت.
لو عجبكم الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.